حتى اللي بده حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حيروا أفكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسح حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة اللي بده منانا في شهر رمضان مشاهدي الأعزاء طيبتم وطاب مساكم عبر هذه الأمسية الجميلة ونحن نتكئ على مرافق الفرح في حضرة الألغ والتميز والجمال والأناقة والبساطة في حضرة فرقة فضيل الكوميدية الناس اللي بنلقاها في تلفونات أي زول الناس اللي بنلقاها في البساطة السياحية الناس اللي لها دور كبير في 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 معالجة القضايا الاجتماعية عبر المسرح والدراما السودانية فرقة فضيل الكوميدية سعيد بكم سعادة شديدة نرحب سويا بأستاذة مايدة يحيى كما يحلو لنا فضيلة مرحب بك يا أستاذة مايدة أهلا ماجد وأنا سعيدة جدا أكون معك في برنامجك المتميز دوحة الإبداع لك التحية والله يا أخي إذا ذكرت فضيلة مايدة يحيى ذكر أستاذ عبد الله فضيل مرحب بك يا أستاذ فضيل يا أخي مرحب بك أخونا ماجد يا أخي وسعيدين جدا أن نكون في دوحتك الوريفة ونتمنى ان نكون خفيفين الظل على المشاهدين ان شاء الله لك التحيه والله يا اخي سعيد بك سعاده شديده والله يا اخي الله يكرمك اذا ذكرت فضيله وذكر فضيله ذكر اخونا الغالي المبدع ابو ذر حمد زين كما يحلو لنا مليوه والله حبابك يا ماجد ونحن بنطل عليكم في دوحه الابداع وان شاء الله نكون خفيفين الظل ان شاء الله لك التحيه والله الله يكرمك حبيبي اذا ذكرنا الطرب الاصيل والنغم والالحان المرهفه ذكرنا رحاب عذاب مرحبا بك يا رحاب حبابك يا ماجد حباب دوحة الإبداع إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين الظل عليكم يا رب إن شاء الله والله يا أخي الله يعزك المشاهدين الأعزاء كما عودناكم في دوحتنا الوريفة للإبداع المتواصل اللي احنا في حلقة الليلة حلقة متميزة متفردة لكن بدايتنا الليلة حتكون مختلفة مع الأستاذ رحاب عذاب تدينا أغنية قبل ما نجي للناس الفرحة قبل نجي للمحاور نجي للسكتشات الجميلة حبابك نبدأ بأغنية شنو؟ أغنية روحي لي روحك من قادة للشاعر أحمد عبد الكريم الجدال وبقول له من هنا بوصل له تحياتي المملكة العربية السعودية خمس بشيط وإن شاء الله يكون بكل صحة وعافية يا رب له تحية والله يا أخي الله يعزك طيب الله مغرم بهواه
وطراح ليلي ونهاري اديني الصبر وطول بالي ليه شفت الجميل الغالي ليه شفت الجميل الغالي ليه شفت الجميل الغالي بعشق زيادة كل يوم بعشق زيادة كل يوم بعشق زيادة كل يوم بعشق زيادة في دوحة الإبداع لك التحية والله يا رحاب يا أخي تسلم يا ماجد إحساس كثير. عالي شديد والله تطريب يعزك يا رب أجمل لك التحية والله يا أخي تسلم عبد الله مرحب الله ينحم طربين طرب شديد طرب جد طرب من نوع آخر هاي لكن مربطين لنا مايكات كوني ما قاعد يعني الملك حقنا العكاكيك قبلنا بس يعني واحد مد غبين الله يا أبو ذر تقربوا ما يكون فيه هاي ما في طريقة غيدي ما في طريقة الآن المشاهد يعني سعيد جدا برؤية فرقة فضائل الكوميدية على دوحتنا الوريفة نحن المشاهد ده عشان نطفى جو نعمل لنا سكتش ظريف عن 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 السلام هسي؟ هسي يا طوال جدا طوال أقول لك كلام أفضل الكلام ده أخوي كان ما عجبك ما دار تمش معاي أنا براي بمش وعليه الأيمان في رأسي أسويها هزول هذا أنت مقلع عاقل والله هولي أنت مخلول هزول هزولك تكون من فعل كده ما بمشي يتفاهم مع ناس يا زول أنت وفضيلة خاطين راسكم معاه أكان ما خاطين راسكم معاه ما بتقولوا لي يا مليوة الزول ده يا أخي ما تمشي له وما تسوي الكلام ده عزات الله معاه هو ده خلي لي مليوة أنا ما أختك أختي ما قلنا حاجة هطيب ركوب الراس في شنو؟ يا أخوانا ما ركوب راس الزول ده أخوانا أنا ما داير حقي منه هزول أنت الوطة دي الجنة ده مود عمك ود عمي جده ده مو جدك جدي نعم جدك ده مات والله قاعد حارس الوطة دي لا جدي مات قبل كم سنة 30 هسه عدت عليك الله من نفخ كدي وهضومك ده دار تقع عن وشك محمر ماشي دار تقتل ود عمك في واطا السيد الاصلي خلاها فات يعني كلنا حموت اوه يا زول ده ما ود عمي ذاته زول ده ما ود عمي ولا قبيلتي ولا ده لا ده لا ده ما عندي بوية علاقه عزول هاي عزول انت ما عاقل عزول عاقل عزول في زول بيقتل زول في واطا بقتله عزول تقتله في جنازه شنو يعني بهايم دخل واطاتك وكل لي شويه قش شنو يعني والله كان دار واحد من جرا يا ضيل الا ديلو لكن يجي يقول الواطا وهو ذاته هزول اقول لك كلام هو قبيلته هزول ما قبيلتنا عليك كنا بشوف هزول شفته هزول دق اهل المرجعنا لورا الود ود عمك عشان امه ما مننا يعني ولا شنو ما من قبيلتنا طب اهو عن كدي هزول انت ما شفت الحديث التقوى ها هنا يا لا فرق ابيض على اسود لا عربي على اعجمي انت دار تسوي لنا فرق كمان وقبيلتي وقبيلتك والله افضل ما خلاص يعني المزال خلاص ما مزالت قبائل قال اديني وطاطي وما قلت حاجه انا خلي يقعد معانا في قبيله هذول الوطاطي زي ما انت عندك حق وعنده حق وفي النهايه في نهايه المطاف الوطاطي بتقعد فيها والله بتموت تخليها بموت بخليها جدك سيد الوطاطي ذاته العمل ده فات خلاه ولا فات خلاه ماشي خلاه طيب انت كيف عامل ايه يا اخ تخسر ود عمك والله تطعن والله يطعنك والله تكتله والله يكتلك في شنو في غنم وفي بهايم وفي لوني ولونك وقبيلتي وقبيلتك الكلام ده صح هذول والله غلط لكن الكلام ده فيه كفر عديل هذول
خلاص انتم ما تتكلموا معانا وعونا سمح وعونا نوعيك هاي لو ادعمك عمك بعدين امليوه اسمع الناس انت عشان تفرض رايك اسمع راي الزوال الاخر احنا كان سمعنا بعض وقعدنا في الواطه دي وسوينا الحاجات بالراحه كل زول يسمع الثاني رايه ورايك بنطلع براي وسط وفي النهايه المشاكل بدها تتحلى انا هو ذاته جالي قال لي في ذول وفضيله تكلموا معاي وانا خطيت الكوره واعطى هو ذاته ما كان جانا منفعل كده لكن لما قعدنا معفه امنا بالراحه قال مستعد يتفاهم معك هسه عيد تهدى وامشي يتفاهم معه خلاص على بركه الله خلاص هذا كذي صافي يا لبن صافي يا لبن هاي آه عليك الله الوطن بنخليها والبهايم بنخليه والزراعه بنخليها كلنا بنموت في النهايه بالصحيح لكم التحيه والله يا اخي نحن الان في الابداع 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 في دوحه الابداع استاذ عبد الله يخليك التحيه والله يا اخي الله يكرمك استاذ ماجد استاذ ابو ذر المشاهد الكريم نحن في 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 حضره فرقه فضيله الكوميديه الناس الفرحه الناس دائما بيعجلون القضايا بطرق جميله ومرهفه الناس مصبرين على البلد دي لهم تحيه وانا سعيد بهم جدا لنا في دوحتي الوريفه استاذ ماجد واستاذ عبد الله استاذ ابو ذر حجم العلاقه بين فرقه فضيله الكوميديه نفس سعرها تمثيل الان المشاهد أو أغلبية الجمهور يقول لك فضيلة زوجة فضيل مليوة أخو ماجدة أخو فضيلة فالعلاقة بحجم نفس التمثيل ولا والله طبعا هي العلاقة بحجم أكبر من التمثيل أكبر أكبر من التمثيل يعني إحنا هنا في التمثيل بنتلاقى كأفراد لكن في الحياة العامة إحنا كأسر بنتلاقى بنمشي لبعض في المناسبات من غير مناسبات بنجي لبعض فدي بيسموها احنا زمان لما درسنا الدراما بيسموها التواصل الوجداني التواصل الوجداني ده هو بكسرة التعامل مع زول فبيبقى بيناتكم تواصل يعني هسه انا لو مليوة ده عاين لينا بعرف هو داير يقول شنو لو ماجد عاينت لي مليوة بعرف هي دايره تقول لي شنو عشان كده احنا في المسرح بتحس بالانسجام ده لانه الانسجام من برا علاقه قديمه من غير تمثيل يعني من غير تمثيل من غير تمثيل علاقة أصلا قديمة والمسرح ده أبو الفنون نعم صعب أسأل الآن على الميديا ممكن تصور مقاطع يا أستاذ أبو ذر تصور مقطع ممكن تحذف منه تمنتجه لكن المسرح ده ارتجالي ما بتتعالج نعم فده من أصعب الحاجات حبيت أشارك معنا أستاذ ماجدة أنت الآن لقيت نفسك في فضيلة مع فرقة فضيلة كوميدية أيوه مثلتي التمثيل في أدوار ثانية في مسلسلات ثانية باسم فضيلة ولا بغير فضيلة؟ لا أنا اشتغلت أدوار كثيرة لكن قبل مجموعة فضيل لكن الناس الفضل لربنا سبحانه وتعالى بعد ذاك مجموعة فضيل يعني لو ما مجموعة فضيل ما كان في زول بيعرفني يا سلام يا أخي عرفتها يعني مجموعة فضيل هي زي ما بقولوا بقت فاتحة خير علي ويعني احنا يا دوب كده قاعدين نعمل لكم بحياة إذا ذكرت مجموعة فضيلة ذكرت فضيلة لك التحيه والله يا اخي الله يديك الصحه والعافيه استاذ عبد الله الناس عرفتك بكوميديان فضيل هل المشاهد موعود بشخصيه ثانيه غير شخصيه فضيل او مثلت في 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 مسلسلات ثانيه او عرض عليك افلام ثانيه والله انا اشتغلت يعني طلعت من شخصيه فضيل لكن انا ذاتي بحاول اعمل في تغييرات في شخصيه فضيل لكن تغييرات على مستوى الفكر على مستوى اللبس لكن فضيل هو فضيل 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 يا هو فضيل يعني ممكن انا البسه لبسه ثانيه غير لبسته دي ممكن اجيب له افكار جديده اناقشها بصوره جديده مع الفرقه لكن تظل شخصيه فضيل هي فضيل هي فضيل ايوه لكن انا قبل كده طلعت منها في المزينه كان شخصيه بتاع الزول مجرم وطلعت منها في مسرحيه المخدرات تاليف اخونا احمد سالم فمسرحيه المخدرات دي طبعا حصل فيها مشهد عجيب خلاص المسرحيه دي بتتكلم عن المخدرات المسرحيه دي احمد سالم ده زول يعني له التحيه هسي من هنا يعني ده انا يمكن اخطر زول لاقاني بيشتغل تراجيديا احمد سالم يعني احنا ما اشتغلنا المسرحيه دي في حته الا الناس بكت ما في تحدي تحدي بنتحدى انه وما بيبكوا نفرين ولا 10 نفر الصاله كلها بتبكي مغلقه لا لا الزول ده صعب فبيشتغل الدور بتاع التراجيديا ده في نهايه المسرحيه انه هو اكتشف انه ولده بيتعاطى مخدرات وانه هو كان يعني لحد ما ظهر وانحنى ونزل المعاش بجازف له انه شغال في السوق بجلابي المهم يعني قصه زي دي فيكتشف انه ولده بيشرب مخدرات فبيتكلم مع ولده بالطريقه الحزينه دي الصاله كلها بتبكي فيوم كنا في عرض فاحمد سالم ماي فقام قال لي يا اخي انت تشتغل لي دور الاب انا طبعا متوقع يعني حاجه زي قلت يا اخوان انا والله زول بتاع كوميديا الناس دي ما حيفهموا لي انه فضيل بقى بتاع تراجيدي قال لي لا لا يا زول تشتغل
ما في طريق. انت الزول الحين ممكن تشتغل الاب مرشح ترى. خلاص يا زول جيت في دور الاب حتى الحزينه يعني، واحنا دي اللي قافلين عليها بكرت يعني. يعني انا شغلت راجيديا والصاله ما تبيض ضحك. فالزول الاجام كنا شغالين معه العروض دي، قال لي يا اخي اديك نصيحه ثانيه، ما تشتغل الدور ده. ما جاي معك نهايه يعني. انا بشتغل تراجيديا لكن ما انا عندي صور ذهنيه قاعده في ذهن المجاهد وعنده انطباع عني، فكل ما اقول حاجه بضحك حتى لو كانت حاجه حزينه. حاجه حزينه شديده الكلام اللي بقول فيه هنا يا هو كلام احمد، لكن تختلف بطريقه حتى لو كنت جادي. ايوه صارم. نعم الناس بتضحك. نعم عندكم مواقف من الطرائف يا جماعه. لا 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 كلنا في العمل الفني بتلاقينا طرائف في السفر الكثير. نعم. في مشياتنا المسارح، مشاركاتنا في الاعراس، في الوفيات. ايضا يحكي لنا طرفه من الطرائف اللي لقيتنا استاذ ما يحكي لنا من اقوى الطرائف اللي لقيتك كذا. انا والله اغلب طرائفي حاحكي لهم حق المناسبه قبلك انت قلت انه احنا متزوجين. فمشينا دنقلة، مشينا نزلونا في الفندق، الناس ادوهم قاموا قالوا انا وجهزوا لنا غرفتنا. يا ذا غرفتك انت فضيل. انا فضيل. فجيت اقول له يا اخي احنا ما متزوجين، وذاك لا لا ما في كلام زي ده، دي غرفتكم انتم متزوجين. في النهايه قلت له يا حليفتها تعالي تعالي الزول ده قد ادفعه معاه، لانه مصر احنا انه احنا متزوجين والغرفه دي حقتنا احنا خلاص يعني على كده. فقعدت تلاقيني طرائف كثيرة. اي يعني انه الناس حد يوم الليله بعد الزواج شنو مصرين انه فضيل ده زوجي فضيله، يعني خلاص الحاجه دي ما بتتغير نهائي نهائي، حتكون على في المجموعه انه فضيله زي مرات. انا ما اقول لك الناس قالوا دارين انه كده، دارين انك احنا دارينك فضيله. ايوه دارين انك مليوه، دارين انك هسه مرات هسه اقول لك يا ابو زر، اقول لك يا مليوه اول دي الحياه تعودت عليها. أيوة. ترجع يا استاذ ابو زر يا استاذ عبد الله. استاذ عبد الله لقيت طرائف كثيره انا عارفها له، لكن ده خليت المشاهد الطرائف اللي داري يقوله. أيوة. والله طبعا انا بعاني من حته انه انا امشي بك معاناه شديده يا اخي. والله لما فكرت اخلي البكيات ذات يعني عند اهلك ما في مشكله، ما اهلك دي متعودين عليك يا هو فنان الحي عندهم ده عبد الله وده عبد السلام. عبد السلام ف انت لما تيجي يعني يكون البكا حار كده يقول لك هسي فلان ده مثلا خالته وحبوبته ماتت، فانت بتمشي حزين كده فبتيجي تقول له الفاتحه بيقوم عليك فاتحه. يعني في كم مبتسم انت ما تعرف ترفعها. حتى لو قالوا قبل كده انا في بكا قالوا لي يا اخي ده ود المرحومه، انا بعرف الزول ان الزول لا دي خالته ده صاحبي. لكن قال لي يا اخي ده ود المرحومه دي الفاتحه، فكنت طوال مشيت له ومركب وش الحزن ذاك طبعا مع البكا كنت قلت له الفاتحه الفاتحه. يعني انا ذاتي ما عرفت اعمل شنو ذاتي في اللحظه دي. والله قررت اقول له هذا مبروك لا عرفت لا لا خليه يحكي لك حقه المغابر. احكي لك المغابر ضبطة المغابر ذاك بالغ كمان. يعني ذاك احنا جايين المغابر بعدين الزول ده هو شو زول مانع ما شاء الله. بعدين انا واقف وين في التراب بتاع الغبر في اللحظه دي بنزله في الجثمان والدنيا ليل. الزول ده اظن استغل حته الكشافه دي لانه ما في زول بيشوف. فالكشافه مولعنا كده واحنا واقفين بنزله في اسمان جزول طبقه بضن لك من هنا. قال لي يا استاذ ممكن صوره الدنيا ليل. قلت له يا زول انت مجنون ولا شنو؟ اول شيء ده ما محل صوره يا زول، الميت ده قريب نزلت. قال لي يا اخي قريبك مات انا ثاني بلين فيك وين؟ اقيف يا خلى صورتين وفات. حاله الدنيا ليل يعني يا اخي الدنيا ليل واحنا بننزل في جسمان في الغبر في الغبر اصلا ما لحظه بتاع التصوير. ولا لك التحيه يا استاذ عبد الله. الله يكرمك ابو زر. طبعا انت برضه تكون عندك من المواقف الطريفه. طيب انا من المواقف برجع في البلد، فانت بتكون عادي يعني بتحس بانك انت ابو زر ومع شلتك وناسك اللي قريت معاهم والتفاصيل يعني. فبنطلع الصباح عندنا ديوان برا كده بنقعد فيه الشاي الفطور يعني يومنا كله بنعدينا كوشتينا سيجا ليدو بنكون قاعدين قاعدين اليوم ذاك يا زول ومعايا اولادي قاعدين برا جو معروف ان المداح ده انت بتديهم ما بيشيل منه. اي جو مداح هزول تب لابسين هزول جلاليبهم وبس جو قاعدين كده اخوك انت دم ليه هزول؟ هزول حرم حبابك. قلت له حرم حبابك انتم وقطعت ماشي عليهم اولادي يجوا جارين تابعيني هزول اي زول دخل ايده في جيبه اي زول قامت للاولاد ديل قامت في يده
مانعة أغمت سمحة تب سمحة أنا أصل الفطور قال لي لا علي الطلاق نحن لاعبين لنا شغلة قدام جيت راجع الغاسم ده قاعد خات يده كذي الغاسم ده كوميدي يعني خات يده كذي نحن الله يخيط والله ده لما يفتح لك بيفتح لك من نية وحل قال لي ما قمت معانا هنا بازل قلت لي يا اخي انا عارفه ايه ما بالنسبه لي قال لي انا عندي ستة شوفة عليك الله بس لما يجوا ناس زي ده خلوني بروق بس ايوه انا تجيب يا جماعه مصاريف الاسبوع تطلع نعم صار عبد الله والله دايرين نطرب يا ماجد واستاذ ابو ذر حبايب دايرين نطرب ودار لنا سيره كاربه المشاهدات راجعين للطرب حبابك والله حتغني لنا شنو؟ حغني لك اغنيه الحساني وبحيي اهالي السودانيين عامه من غير فرز بحيي كل الجماهير السودانيه للشاعر اخلاص التوم ربنا يديها العافيه يا رب الله يديك العافيه الله يخليك نسمع الحساني غالي علي كيف اشعر فيه يا بنيا اشكر فيه بساني غالي علي اولدا حر بعز والديه بساني غالي علي اجاه يقول واشكر فيه بساني غالي علي اولدا حر بعز والديه بساني غالي علي حساني الكريم ما اديه وجود وجمال خاصيه كيف الشهر فيه يا حبابكم والله الله يسعد عبد الله غاني السيره اللي كانت ماسكه الساحه ايوه ما في كلام والله السيره دي بالمناسبه ايقاع مشترك لكل انحاء السودان بتمشي الغرب بتمشي الشرق بتمشي الشمال بتمشي الوسط بتلقى ايقاعات دلوكه ده عنده وقع خاص لكل السودانيين الان فنان السيره ما ايده الان فنان السيره ماسكين الجو نعم ايوه نعم هذول داير ما في سمعون ولا بس فنان سيره جاي ادعو كازك هذول والله بنطط شفت داير نطر النفر والله حلقه يعني اغنيه زي دي في البلد عكاكيدك فوق عجاجك فوق انت هسه كان ماك مربطنا بسلاحك كده لك الله يخليك طربستك ده اللي كان فوق والله لا والله الله يخليك يا جماعه الحلقه تستمر فتح بالك ده مربطنا عملك حاجه ما فالعبد الله لما اشوفك جاي ما يدري بتكون بتدش لكن شنو بين ما يخلينا نقوم والله يا ماجد خلاص جاي عليك انت ما شفت لما نكون مسافرين مشغلين الاغاني يا سلام يا نقزي ونقزي سايقه طرب طرب من نوع اخر السلاح ده بيضرب بدون رصاص تو دي بيجيك طايره بعدين اغاني الربابه يا استاذ الحاب بقت يعني سائده بقت مرغوبه السيد لو لاحظت في 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 الاقبال او الناس دايرين اي عريس نادي يقول لك يا شوف ليه الفنانه الفلانيه شوف ليه الفنانه الفلانيه نحن الان بنحجز الحفله عشان ده زمان بنحجز الحفله عشان نسمع لاغاني معينه ننطرب لكن يا سمين تبدا الحفله الفنانه في قبل واحد
يا ماجد غالي علي يا فضيله غالي علي يا كذا بلاغات بلاغات يعني نص ساعه اللي احنا شغالين في الحق في 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 الصاله الفنان شغال والله الفنان ده الاورجن زمان بتدق فيه كذا عشان توريه تقول لي يا اخي اسمع لا لا اللي قاعده خلي دي مره راح نزيد كذا اسي ما في ما بتلفت ده عارف الموجه توقي الفنان طوارئ تلقى يا قمار يا مشهد الله ما شاء الله اغاني سير بقت مشهد ويا رحاب يا ريت لو حضرت معانا يا ريت لو عملت لنا حفله برا خارج الدوحه ومعانا في الغط فضيل عشان تشوف شوف شوف العكاكين شوف الطرب ده كيف انا غيتوا علي الصوت انا علي الصوت انا من نوع عكاز ليك يا استاذ انا عبد المنعم من قلب بهنا انا ليكون علي منادي الورق قدر كده يا زول ادو صوتين نمو يكون انا جفف صوتها معاكم تعال والله لقيت تحيه والله رحاب يا اخي ابداع والله في دوحه الابداع يا ماجد ويا ابو زر يا استاذ عبد الله المشاهد الان داير عمل ارتجالي نحن الان في رمضان نعم والقطيعه يا جماعه في رمضان بتشيل اجرنا والله تجرح صيامنا ايوه في ناس بيتكلموا تجيب اكلك يقول لك ده يا اخي ده شنو الليمون واحد يا اخي انا بجرد الليمون الوقت كله عصيته الواحده من الحروب الناس ظروف اخوان ايوه صح الناس ظروف يعني انت تجيب لك سنتين مدنكله جداد على تلقى الناس كلها تخمد على على الحته دي فالقطيعه في رمضان بتجرح صومك والله لان عمل ارتجالي عن القطيعه في رمضان تمام اسمع اها اخوك ابو ملاحظ ساقط ضع الليله جاي الفطور برضه معانا برا اجا فضيل ما كل يوم بفطر معاكم في الدره هيفطر معانا لكن يا زول الزول ده في اي رمضان فاضي احنا تقول بيعمل له 30 كوره حقات عصيده ملاح ساقط اللي سخنه اجا فضيل ويعني داير يجيب شنو مثلا عصير خفيف زاد عصير خفيف زاد فضيل الكلام ده منك ما صح كل مره تشني في حاجات الناس ده جاب سليقه وده جاب سخينه وده جاب شنو في النهايه ما اكل الله ياكل يا اخي انت مره كلاسي بتخوفه والله هي بتخوفه من الناحيه دي عاد سمعتها امبارح قلت يا مليوه جاني جاري مالك في شنو؟ قال لي بري ساكت جيت اشوفك هش يوم داك فضحنا جايين على البريش احنا شايلين صوانينا وهو مارق من الباب قلت يا مليوه زول ده كتن ملف وخشف الركيزه حتى قتل الباب لا هو لا الصينيه هذاك الله انا اسال البيت مرحب 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 بزول الضكر مرحبا عمده والله العظيم ما شاء الله تبارك الله شغالين تشكروا فيني شكر يا زول رامي اضاني ليكون الحمد لله انت يا زول انت معك زول الثقيل يا زول اي صح نفيسه كيف؟ نفيسه كويسه الحمد لله كمس ها جول هاي ما شاء الله ما تخاف والله يا اخي مالك يا اخي الدنيا رمضان يا اخي مالك احنا سعناك هسه يا رمضان ما نام كويسين يا زول شغال مع فضيله قطيعه يا ناس انا انت وفضيله الاثنين انا دي اقسم ها فضيل ها انا قلت لك على صداتهم ولا قلت لك هرشوهم ابدا يا ناس المراهق ساقط انا سمعته العصير الخفيف انا سمعته الهرجه حقت المرأة انا سمعتها يا راجل يا ناس أي. يا ناس رمضان ده شهر عباده شهر تقوى يا اخي ما ممكن يا اخي ما دي وانا شاي يعني بشيء بجرع صيامكم يا اخي لا نحن بنقصر اليوم جرح صيامنا هنا والله انا اقعد مع اختك دي بضبح وضبح انا اجرح طيب اختك دي بتضبح صيام كخ الكلام ده غلط يا اخي الكلام ده غلط يا اخي انتم صايمين يا اخي امسكوا لسانكم امسكوا جوالكم بقول لك تونس يعني شاي لا انا يا اختي تونس وشنو الشهر ده شهر عباده يا اخواننا يا اخي طيب صح شهر عباده يا فضيل يا اخي يا فضيل حرام عليك يا اخي والله فعلا جات وقالوا ايحب احدكم ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه طيب القطيعه يا طيب انت ما عارف يا اخي ما توعي معاك دي وانت اوعى اوعى يا اخي والله انا بوعى لكن يبي تدردقني لا تاني ما تدردق لا الكلام ده شين في حقك يا اخي ما تجرح صيامك يا اخي لا خلاص والله يقول لك كلام احنا تاني يا زول هوي نمسك خشومنا نمسك خشومنا يا نذكر الله يا ناس كل شيء بس خلاص قول خيرا او اصمت خلاص اتفقنا هاي قطيعه ما في قطيعه شنو يا زول عم لك طاين احنا نجرح صيامنا صيام كذا بروح هاي كلامكم صح هاي ها وضحتكم الله الله يسلمك اسمع اها اخت نفيسه ديك طلقها والله لسه ما رجعت لي رجل والله ها استغفر الله اللهم اني صايم نحن والله يا استاذ عبد الله بدونكم والله الزهج بيكون متواصل معانا انا سعيد بكم جدا والله في دوحه الوريفه دي سعيد بصاحبه الصوت الشجي مرحبا عذاب والله احنا زهجنا سعيدين بك يا ماجد انا الله سعيد بكم سعاده شديده والله الله يديك العافيه استاذ عبد الله استاذ ماجد استاذ زهجنا والله وصلنا للختام المخرج ان شاء الله على الختام وصلوا تحياكم للناس اللي بتحبوهم والتحيه للشعب السوداني والتحيه لجمهوركم كله والله اول حاجه تحيه لكل التيم الشغال خلف الكواليس وتحيه لك يا ماجد وتحيه للاستاذه الجميله ازدهار محمد علي ربنا يرضى غربته
وتحية لكل جمهور مجموعة فضيل وكل زول اللي بيحبنا، نحن بنقول له نحن بنحبك، عشان ما نكثر التحايا لأنه جلال ده بعد شوي ممكن يجي يطردنا من الاستديو. عبد الله والله أنا يا أخي أحيي كل جمهور الدوحة المتابعين للدوحة، وأحيي جمهور مجموعة فضيل الكوميدية، وتحية خاصة جدا لأستاذي الذي علمني التمثيل عبد الرحمن المهدي، والأستاذ عبد النور عثمان الذي كان له الغدح المعلى في ظهور شخصية فضيل، وتحية لكل الرواد اللي سبقونا في هذا المجال ومهدولين الطريق واشتغلنا معاهم عشان إحنا نصل إلى ما وصلنا إليه. تحية ليهم وتحية لكل الشعب السوداني، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. والتحية لجميع الأهل بالمحمية غرب شندي، يا سلام سقادي العشق، سقادي غرب وشريك وشريك، تحية خاصة جدا لناس عشوشة والعمراب وقوس حسيب وراس القوز والسيال والسيال وسيال جبرونة والعجباب عجباب والصورة فادنية سقادة كبيرة والكتياب والحرة حمودات، تحية لهم كلهم والله، والله يدم الدار عديل ده بس مكتوب عليه أسامي. تحية لناس قوز العشر برضو، تحية لهم والله من هنا يا أخي، تحية لك والتمير برضو، نعم حداحيد مكنية كلي بقروسي الله يهدا بكم النمر قلت لي ده بس مكتوبه فوق حلانه والتحيه لرحاب برضو والله بحييك من هنا يا ماجد، وبحيي التيم الشغال كله على دوحة الإبداع، وبحيي كل السودانيين أمي وأبوي ربنا يديهم طول العمر يا رب، وأخواني وأخواتي من غير فرز والأهل كلهم الكبابيش بالمنطقة الشمالية بيضنقل السليم، وبقول لهم أبقوا عافية أبقوا عافية الله يديك العافية أستاذ أبو ذر. أولا نحن في مجموعة فضيل بنترحم على روح أخونا بدر الدين بوصادي اللي هو الرحمة والمغفرة، وتحية عبركم لأسرته، وتحية خاصة لوالدي محمد زين أحمد عبد الله، داير قربك لكن محتار، فدار قربك لكن محتار دي عنده قصة معاه طويلة جدا. في دار قربك لكن محتار أنا بقول لي دار قربك لكن محتار، ظروف الشغل وظروف الجري وظروف التفاصيل دي، وتحية كبيرة لكل السودانيين، وتحية خاصة لأهلنا في الريف الشرقي قرية الدقاق، وتحية لكل التيم العامل، وتحية لأساتذتنا المعانا ديل أستاذ عبد الله أستاذة مايدة، وتحية لكل زول عمل في مجموعة فضيل، وتحية للشاب الجميل والضل عوض تحية اليوم له التحية والله من هنا من مجموعة فضيل ولا خلف الكواليس، الله يكرمكم تسلموا الله يديكم العافية يديك العافية. أستاذ فضيل الكوميديان كنت سعيد لكم جدا، ورمضان كريم عليكم المرة الثانية، وإن شاء الله نتلاقى في دوحتنا، أنتوا أعضاء في دوحة الإبداع يا أبشر والله شبابك شرف يجيكم في البيت والله كوكو كوكو تأسرة أبشر والله فضيل الكوميدية أعضاء لدوحة الإبداع شرف لي الجمهور ده يشوفكم عبر 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 انتوا الان عبر الميديا، الناس الميديا في الارياف ما عندهم والله يا جماعه الا ينزلوها من هنا ويشيلوها، الدوحه دي حتكون لكم ان شاء الله يعني بيتكم وعادكم، ومع رحاب حتختم لنا بشنو؟ باغنيه بتاع السيره كاربه لازم اغنيه والله حذارين نقوم، لكن بس شنو مغيدين ما قادرين، اقول استاذ عبد الله وزاد القبيل ما قادرين حتختم لنا بشنو يا رحاب؟ برسائل الشوق وبرسيله لكل السودانيين، وبخص بها مجموعه فضيل، وبتقول رسائل الشوق برسلها لك يا ماجد، للشاعر احمد عبد الكريم الجدال نسمع للشاعر. المشاهد الكريم، انتهت حلقتنا اليوم مع فرقه فضيل الكوميديا وصاحبه الصوت الشجي رحاب عذاب، الى ان نلتقي في حلقه قادمه، كونوا في الموعد. الشوق برسل لك يا المحبوب برسل لك رسائل الشوق برسل لك زمان
سايل الشوق برسل عليك بتمنى يا الحبيب لغيات بتمنى يا الحبيب لغيات سعيد لا من اشوف محياك تفرح قلبي برؤياك رسائل الشوق برسل صوت صادح من زفير شهقر